خلينا كمان على ذكر كل الاستعدادات والتغطيه ناخد بقى في مقر اقامه بعثه نادي الزمالك في المملكه العربيه السعوديه، وقبل تحرك طبعا اتوبيس الفريق بدقائق قليله جدا للتوجه لملعب اللقاء، خلينا ناخد من السعوديه طبعا ونرحب بمراد ابو جلال مراسلنا مراسل قناه نادي الزمالك من هناك. اهلا بك يا مراد. تحياتي ليك كابتننا الكبير كابتن محمد ابو العلا، تحياتي لكل جمهور الزمالك العظيم في كل مكان في مصر والوطن العربي. بالتاكيد يا كابتن محمد ابو العلا، بدا العد التنازلي للمباراه المرتقبه بين نادي الزمالك والنادي الاهلي على نهائي كاس السوبر الافريقي هنا في الرياض في ملعب المملكه ارينا. يعني عايز اقول لك ان شاء الله دقائق معدوده باذن الله وهيتم التحرك الى ملعب المباراه ملعب المملكه ارينا. يمكن اللاعبين داخل فندق الاقامه بيجهزوا ان شاء الله للتحرك الى ملعب الاقامه، كل التركيز اللاعبين فيه اعلى درجات التركيز، اللاعبين مركزين جدا، كل الدعم من مجلس اداره نادي الزمالك جمهور الزمالك العظيم، من طبعا الجهاز الفني لنادي الزمالك واللي وضع خطته واتكلم عن الطريقه اللي هيلعب بيها النهارده، ويتبقى فقط توفيق الله عز وجل يا كابتن محمد ابو علي. يمكن احنا متواجدين طبعا باص نادي الزمالك ورانا، وطبعا بيجهزوا عشان ان شاء الله هنتحرك الى ملعب المملكه ارينا بعد دقائق من الان. كل الامنيات الطيبه، يمكن جديه كبيره جدا على وشوش اللاعبين، اللاعبين ان شاء الله بيتعهدوا بتقديم مباراه قويه باذن الله يا كابتن محمد ابو العلا. كلنا في انتظار الكاس السوبر باذن الله. دعواتكم يا كابتن محمد ودعوات الملايين من الزملكاويه الان تعود اليك كلمه داخل التغطيه الخاصه كابتننا، واكيد مستمرين معاكم باذن الله في تغطيتنا الخاصه كابتن محمد ابو العلا.